طبعا من اخذت الدكتوراه جات على كليه التربيه في مكه المكرمه، على اساس انه الا سنه الشيخ حسن الشيخ الله رحمه كان بيتابعني، وكنت من اجي في الاجازات اروح ازوره، وكان مبسوط كثير حقيقه، لذلك انا اعترف بفضله عليه بدون شك الله يرحمه. كنت ادرس الكيمياء وحاولنا نصلح المختبرات فيها وجميع هذا، وبعد سنة صرت عميد الكلية. أنا فجأة وأنا ما أدري أنا في مكة، وكنت بزور عمة زوجتي في المستشفى، مستشفى الزهر، وأنا خارج أسمع راديو السيارة، سمعت قرارات مجلس الوزراء إنه اسمي موجود، إني أنا عينوني وكيل وزارة الشؤون الإعلامية بوزارة الإعلام. أنا ما أدري ولا أعرف الإعلام شيء، ولا أدري عن الإعلام، ولا يعني أعرف على التلفزيون ولا إذاعة ولا صحافة. طبعاً إذا سألتني أيام صرت وكيل وزارة وجي من تعليم من كلية التربية وغشيم وما أعرف أي شيء، وبالصدفة الملك خالد الله يرحمه والدكتور محمد عبد الوهاب الله كانوا في رحلة، كان الملك خالد في رحلة للجنوب إلى أبها، وبقيت أنا المسؤول عن الإعلام في الرياض، وأنا ما لسه ما أعرف شيء يعني تقريبا، وكان الملك فهد ولي العهد في الرياض ما راح الرياض طبعا. فجأة جاني تليفون السنترال حق المربوش، قال لي ولي العهد يبغى يتكلم مع وكيل وزارة عبد العزيز خوات. يا مجير ايش؟ طب ما عمري احلم بحياتي انه يكلمني ولي عهد في هذه، وخصوصا يعني الملك فهد الله يرحمه. فقال لي عبد العزيز، قال له عرفني، قال لي عبد العزيز، قلت له نعم. قال ايش اللي صار في الاذاعه في اخبار الاذاعه الان؟ ايش اللخبطه دي اللي صارت؟ مين عدى الاخبار؟ مين اللي كذا كذا كذا؟ ما طبعا انا اولا ما سمعت الاذاعه ولا سمعت اخبار الاذاعه، ها؟ ولا ادري ايش اللي صار. فربي يرحمه قلت بس طال عمرك يعني، وحس في إنه أنا في خوفي يعني، وقدر عمري، قلت وديني بس فرصة طال عمرك، نص ساعة وأديك يعني النتيجة ككل. وطبعا رحت الإذاعة مبنى إذاعة كان بنفس وعرفت المشكلة وجذورها، يعني برضو عندي خبرة في الإدارة وفي الكلية وهذا. وكلمته تاني قلت ترى الوضع ترى صار كذا 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 كذا، وأظن كأنه مناسب تحليلي وهذا. قال لي أنت متأكد منه؟ قلت لا متأكد ما في شيء ولا. قال لي طيب إيش صار في الموضوع الفلاني؟ أنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ربي إيش سويت أنا؟ بركة إنه أنا كنت مهتم شوية في البرنامج التلفزيون، وقلت له حقيقة السيء حيصير كذا كذا كذا. قلت طيب في الليل اتصل بي حوالي، قال لي صاحي؟ قلت له صاحي طبعا. قبل في الفترة دي كانت أحاول بشيء هنا وهنا وهنا، وإيش أسوي؟ إيش أحداث في العالم العربي بتصير؟ إيش هذا؟ المهم من عنايه الله سبحانه وتعالى، من لطف الله سبحانه وتعالى، سألني اسئله بالاشياء اللي كنت بتابعها في وجاوبته وتوقع كذا. والله قال لي طيب ممتاز. ثاني ليله بنفس الوقت اتصل بي، صرت اتابع